الذي يعطي الزخم هذه الحركات السياسية الثورية. عنوان الفعالية هو أنه فطر الإنسان، فطر الإنسان على حب الحرية مثل همة أطفاله. وقد قال الخليفة الثاني عمر بن الخطاب: كيف استعبدتم الناس وقد خلقتهم ماتوا أحرارا. فطرنا على الحرية في كل شيء، وهي من حقوق المواطن في كل بلد في العالم، سواء كان غربيا او شرقيا، مسلما او كافرا. القران نادى قبل 1400 سنه بهذا النداء، قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، في ايه الكافرون: لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا الإسلام. وكذا الأعراف الدولية والقانون وميثاق العمل الوطني، وكذلك بالنسبة للاستوران يقرون بحرية التعبير، بحرية الرأي، بحرية العبادة، بحرية الدينية التي ينبغي أن يسير كل على صدق، ولا يجوز التعرض لأي مبدأ من المبادئ بالهدم أو بالإسقاط أو بكذا، وإنما الدين واحد والأديان كلها سماوية. لا يجوز أن نفرق بين مسلم ومسيحي، بل حتى يهودي إذا كان لا يعارض الإسلام ولا يعارض الإسلام ولا يتعرض للمسلم. فإذا بعض التدخلات التي تحدث في بعض الدول ليس لها محل في الشريعة الإسلامية ولا في القوانين الأعراف الدولية، فلا بد أن نكون نبقى على ما كنا عليه من الحريات الدينية والحريات العبادية، ولا يجوز لأحد أن يتعرض لأي مذهب ولا دين ولا ملة في مسألة العقائد الإسلامية. فإن العقيدة عزيزة على الإنسان. يقول غاندي: لن يجزعوا أنفي أهون علي من سلب عقيدتي. عقيدتنا ثابتة على الإسلام، وكل له خيار الحرية في التعبير وفي المبدأ وفي العقيدة وفي كل شيء. يكفي هذا المقدار نظرة الجو الساخن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.